بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفضيلات أهلا وسهلا بكم. اليوم بحول الله وصفة مهمة كثير حبيت نشاركها مع أي وحدة مهتمة بهذا الموضوع، ونتمنى فعلا أي وحدة تعرف أي شخص عنده هذا المرض اللي هو مرض البهاق تعلموا بهذه الوصفة، وإن شاء الله يكون الأجر والثواب. هذه الوصفة الفيديو تاع اليوم فيه وصفتين، الوصفة الأولى مجربة وحصرية يعني ما يعرفوهاش، مع بساطتها ما يعرفوهاش الناس. ولما نقول لكم مجربة، مجربة في دارنا، يعني أنا شفت اللي جربتها وعايشت معاه مرحلة العلاج، مش يخبروني بها ولا. الوصفة الثانية مشهورة كثير لكن الحقيقة مش مجربة، راح نقول لكم عليها عل وعسى الله أعلم. نشوفوا أولا الوصفة الأولى. الوصفة الأولى عندها شروط، شروط هي لازم تعرفوا الشروط هذو قبل ما نقول الوصفة. كل ما كان المرض في بداياته راح يكون الشفاء، نسبة الشفاء عالية إن شاء الله. كل ما يكون الإنسان صغير راح تكون نسبة الشفاء إن شاء الله عالية. وش معنى صغير؟ هل 6-7؟ لا، قادر مثلا 22-28، هذا كل صغار. لما يكون الإنسان بعد الأربعينات وذاك يمكن نسبة الشفاء هنا تكون قليلة. هو المهم كل ما يكون المرض مش منتشر كثير نسبة الشفاء إن شاء الله تكون كبيرة. وأنا أقول لكم اللي دارها في دارنا كان المرض هذاك وين في بداياته، يعني نقول لكم في عامه الأول، في العام الأول تاع المرض درنا له الوصفة هذه والحمد لله بسيطة وسهلة جدا. المكون الأول ها هي السنوج. السنوج هو واحد من نوع من انواع الحبة السوداء. الحبة السوداء راهي مئات الانواع، اعتقد 400 نوع، من بينها السنوج اللي نطيبوا به الخبز. يطحن بهذا الشكل، لما يطحن راهو يولي لكم هكا كانه نقاط سوداء ونقاط بيضاء، كما تطحنوه راحين تشوفوه. المكون الثاني كما قلت، المكون الثاني الخل، لكن مش هذا الخل، لأن هذا هو اللي متوفر لي الآن في الدار، هذا هو مش هذا. الخل العادي اللي بالكحول، مكتوب خل بالكحول ومش بالتتبيل، مش هذا للتتبيل، لا ما فيش بدون ذوق. هذاك ذوق تبان امامكم الصوره على الخل، الخل تاعنا العادي اللي نسيقوا به، اللي نغسلوا نشلوا به الملابس، اللي ننظفوا به الدار، ننظفوا به الفايونس، هذاك الخل تاعنا العادي. ها اخواتي نعمل بهذه الطريقه، نبلو هكا بهذه الطريقه برك، ها نخليه ثلاث ايام، يومين ثلاث ايام كافيه جدا هكا يتفاعل مع بعضه، ونبدا نطبقه على المنطقه المصابه بهذه الطريقه. ها هكا هك ثم يشيح، مش راح يبقى في اليد، دوك تشوفوا انه ثواني ويشيح. هنا مده التطبيق اخواتي شحال تكون؟ تكون ثلاث مرات اربعة على الاقل في النهار، على الاقل ثلاث مرات. هذه المرات اللي نطبقوها في النهار على الاقل مره نقابلوا الشمس. اكيد دوكا كثير من الاخوات خصوصا اللي مرض يقولوا لك الشمس مش مليحه للبهاق، هي فعلا الاطباء يقولوا انه الشمس مش مليحه لمرض البهاق، لكن بهذه الوصفه لازم تقابلوا الشمس. شمس الصيف، حنا دوكا خرج الصيف، المهم اللي يطبقها نقولوا صادف انه شاف الفيديو في الصيف ولا وطبقها، تكون الشمس مثلا تاع 8:30 9 صباحا ولا بعد 6 مساء، مش الشمس هذيك الحاره القاويه تاع الزوج تاع العشيه وتاع 3 ولا الوحده ولا 12، هذه كل غير ملائمه، يا اما صباحا يا اما شمس المساء. خلاص في الربيع تقدروا تقابلوا بها الشمس تاع مثلا 11 تاع الصباح ولا، المهم ما تكونش هذيك الشمس القاويه. بهذه الطريقه راح نشوفوا انه لا هو مزعج ولا فيه رائحه مزعجه ولا اي حاجه، ثم يطيح. المده فقط اخواتي انه على الاقل على الاقل شهرين ونصف، يعني الواحد مش يدير شهر بيقول كره، ما تكره الوصفه ما والو، راهي بسيطه جدا. ما منكون خدامه نجي على 12 نديرها، لانها ثمثم تروح، نجي على 12 نديرها، نزيد نجي من الخدمه نديرها، نزيد في الليل نديرها، وهكذا ما ملي يكون خدام ولا مشغول.
نروحوا للوصفه الثانيه اللي الحقيقه قلت لكم هي مشهوره كثير، ويعني شفت ناس ياكدوا بلي راه شافيه، لكن انا الحقيقه ما جربتهاش ولا اعلم، راح فقط نفيدكم بها. نقص قطعه من النبات باش تكون اوضح، لاني نشوف فيها في الصوره غير واضحه. اذا هذه هي اخواتي النبته باش تشوفوها مليح، واخواتي هذه هي النبته، ها هي اسمها اصابع زينب واصابع العروس، المهم عندها عده مسميات هذه هي، المهم معروفه وتتكاثر بسرعه وتتكاثر بشكل افقي، انا غارسه منها حتى في الدار. واش نعملوا؟ اقص هذه النبته بشكل طولي هكذا، امسح المكان هكذا بهذه الطريقه، بهذا الشكل الطولي نحاول نعصرها هكا، شوفوا يتخرج ما كي نحاول اني نعصرها هكا وندهن. واكيد اخواتي اللي هنا منا شاحين ننساو اهم شيء في اي علاج مهما يكون المرض هو اليقين في ربي سبحانه عز وجل، يعني مهما كان هذا المرض وشفنا الناس واكدوا لنا الاطباء انه ما فيهش علاج، لكن احنا يكون عندنا اليقين احنا لجئنا لربي عز وجل وربي هو اللي راح يشافينا، لانه ربي هو اللي خلق الداء وهو اللي خلق الدواء. ربي ان شاء الله يشفي جميع المرضى يا رب، خصوصا المرض البهاق، الحقيقه انه تاثيره النفسي كبير جدا، لا هو يعني معدي ولا هو مضر، لكن نفسيا ياثر كثير على المريض. دعوتنا بالشفاء لكل المرضى، الى هنا اخواتي نقول لكم في امان الله، نلتقي.